السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. احلى صيادين في الدنيا، معاكم اخوكم سامح الخوالقه، قناه صيادين رحاله. هنعمل النهارده ان شاء الله تقرير عن صيد المحموديه، تقرير لاكثر من طلعه. النهارده اخرها حصيله، النهارده حصيله كويسه. ظهر معانا سمك سلطاني كبير اللي هو السمكه النص كيلو والاقل من نص كيلو. النهارده يعتبر افضل يوم. النهارده يا جماعه 6/6/2022 ان شاء الله. ده تقرير عن اسبوع كامل، في اول اسبوع في شهر 6. احنا طلعنا في اكتر من يوم في شهر 6. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرض لكم كل حصيله يوم بيوم عشان ما نطولش عليكم وتبقوا فاهمين الدنيا عامله ازاي. طبعا يا جماعه في معلومه مهمه لازم تعرفها، ان مش كل الاماكن زي بعضيها ومش كل المرامي زي بعضيها. فانت لو رحت مكان ما لقيتش فيه سمك ممكن تروح مكان تاني تلاقي فيه سمك. النهارده السمكه اللي هي الكبيره اللي هي موجوده السمكه السلطاني المحترمه، ولكن بالنسبه للسمك البلدي كل السمك البلدي اللي واكل النهارده السمكه الكبيره اللي هي واكله عباره عن ذكوره. يعني على سبيل المثال حاجه مثلا زي كده هي على البركه يعني يا شباب. طبعا في سمك كبير وسمك صغير، انا هركز على السمك الكبير دوت. اهو سمك ايه؟ سلطاني كبير اهوت. دي سمكه برضو حجم اهوت. بالنسبه للبلدي الذكوره اللي هي واكله. طبعا الدكر ده مليان فانا هناخده، ظهره زي ما انتم شايفين كويس. ساعات الدكر بيبقى مصفط يا جماعه من هنا، الدكر اللي هو مصفط من هنا ده بلاش منه يا جماعه، رجعوا الميه تاني، حاولوا تزهدوا وترجعوا الميه تاني. طبعا في بالنسبه للسمك البلدي الاحجام الصغيره يعني ايه على البركه برضو ايه حاجه زي كده، دي احجام بلدي اهي، سمكه برضو ظهرها كويس برضو سلطاني ايه او ورقي بالاحجام دي. في طبعا بعض شر اهو على البركه، يعني مثلا في بعض مثلا شرايه كده حاجات مثلا زي كده برضو، بس دي خناني فاحنا خدناها. يعني انا اعرض لكم برضو يا جماعه في الفيديو بتاع النهارده اكتر من تقرير يوم بيوم ان شاء الله. ويا رب الفيديو ينال اعجابكم، ويا رب نوصل معلومه مفيده. تحياتي لاخويا وحبيبي استاذ حسام المحلاوي، هنبدا بيه ان شاء الله اول مقطع في الرحله بتاعته. وبعد كده ان شاء الله اخويا حمدي العربي ان شاء الله برضو طلعت معاه رحله هو واخويا عاشور. واخر رحله يا جماعه كنت انا واهلي في المحموديه في الكافيتريات بتاعه المحموديه. نتمنى ان الفيديو يكون عاجبكم، ما تنساش تشترك عندنا في القناه، اعمل لي لايك عشان تدعمني والفيديو يقدر يوصل. تحياتي ليكم. تمام ماشي، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. طبعا يا جماعه احنا جينا هنا ان شاء الله على ميه المحموديه، الوصله ديت اللي هي بين سدرشه وبين كوبري عاشور. اصطدنا طبعا على الحجاره كده، قعدنا قضينا السهره بتاعتنا، سهره في منتهى الجمال. السمكه يعني ايه ما دخلتش علينا كتير، ايه خدنا سمك مثلا ايه كفافي كده، بعض الشرايه، العده طبعا اللي كنا بنستخدموها بنستخدمهم عده خفيفه خالص، شعر مثلا 25، سنار 5، طبعا دود ارض. قضينا سهره كويسه كده، يعني سمك ايه متوسط مثلا الاحجام، حاجات ايه الى حد ما يعني الحجم ده كده مثلا، في طبعا اقل في اكبر كده يعني يا جماعه. المهم ان احنا ايه خدنا جرعه الصيد بتاعتنا، غيرنا جو. طبعا لاول مره النهارده شرفني في قناتي حبيبي اخويا الغالي المحترم حبيبي استاذ حسام المحلاوي صياد وحوش النيل. تحياتي ليك ولكل متابعين، احلى سهره والله العظيم معاك يا عم حسام. حبيب والله العظيم كل سنه طيب، وان شاء الله هنكرروها تاني ان شاء الله باذن الله. شرفت باذن الله، بس بدري بدري قبل ما اسافر. يا عم الله يصلح حالنا وحالك يا رب ان شاء الله باذن الله. شرفت قناه صيادين رحاله، احنا غيرنا اسم القناه طبعا عم حسام. ليه كده؟ كنا منوعات رحاله فخليناها صيادين رحاله عشان ايه؟ والله هو مش بالاسم، هو اللي بيحب حد بيتابعه. الله يحفظك يا رب يا حبيبي. الناس المصريين حلوين يعني، المصريين عامه كلهم بيحبوا بعض. وانت عالم لمصر عم حسام والله يعني، احسن طبعا، ربنا يخليك يا رب. فالصيد عامه لمنا كلنا ولم ناس كتير، وبالذات لما نزل اليوتيوب. ايوه والله، انا اللي حببني في اليوتيوب مش موضوع الصيد نفسه، موضوع انك بتروح اي مكان تلاقي ناس تعرفك وناس تعرفك، ودي حاجه طبعا جميله يعني. وقعدة الميه نفسها لو احنا فينا ايه يعني بنيجي نفك يعني، احنا اول يومين حر اهو ما شاء الله، قعدنا ساعتين يا جماعه يعني فوق الخيال. مش ما لهمش تمن. أيه. ما لهمش تمن فعلا، سواء جبنا سمك ما جبناش سمك،
انتوا عارفين انه هيتشبع سمك يعني. مش هيجيب سمك الحمد لله قد اللي جابه الا اذا ربنا اراد طبعا يعني. ان شاء الله. ودعواتكم وكل سنه وانت طيب يا استاذ سامي. الله يخليك انت وكل متابعينك، وان شاء الله موسم سعيد وكلنا لقاء تاني عندك في قناتك باذن الله. مشيت الله. طيب. على فكره يا جماعه احنا كنا جايين المفروض عايزين نقعد ساعتين بس، فخرجنا طبعا. احنا كنا جايين نجيب الايس بوكس من الدكتور محمد لماجد. لماجد حسن. ماجد حسن جبنا لك الايس بوكس. الايس بوكس اه ماجد جبنا لك الايس بوكس. المفروض ان احنا ماشيين الساعه 10، فكنا المفروض هنرجع على الساعه 12. لو انتوا سامعين قران الفجر كده يا جماعه، المايه خدتنا طبعا، بننسوا نفسنا. الحمد لله قضينا سهره جميله. طبعا يا جماعه ده برضو من ضمن التقرير بتاعنا، طلع مع حمدي العربي. بس شوف احنا بقى قاعدين ازاي، احنا قاعدين في وسط المايه اهي بالجوز ابويا، بالجوز برضه حمدي، بس هي يعني مش ولع يعني حمدي، هي يعني دي طفره مثلا من الطفرات. لا هي عشان بس المايه زايده. اي واخد بالك، والمايه حاميه في اماكن تمام وهاديه في اماكن. طبعا السمكه طبعا بخت ابو يحيى يا عم، هي السمكه بخف، السمكه الكبيره بتطلع دكر. اه والدكر اللي واكل، والسمكه الكبيره برضه بتضيع منا. هو عامه احنا سهرنا سهره جميله، ولكن يا جماعه المحموديه مش حاتي. نشوفه برضو اخونا عاشور، المعلم عاشور بيضرب على المباشر اهو. احلى عاشور في الدنيا جاي لك اهو. عاشور احلى عاشور في الدنيا. احلى مسا عليك ابو يحيى. احلى ابو يحيى. شوف يا جماعه احنا قاعدين ازاي، طبعا كل ده عشان نعرف ايه نتسلى. ميه ايه والله، طول من ساعة ما جينا احنا في المية كده. بعد اذنك يا عاشور ممكن نصور سمكاتك؟ تعالى يابا هنفتحها لك اهو. والله بس يا جماعة ما شاء الله انا عاشور عاشور واخد شوية سمك ايه معقولين هم. بس برضو يا جماعة مش حاتي يعني سمك ايه. لا 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 مش سمكة كبيرة، سمكة عادلة يعني. بص اهو ايه يعني معقوله معقوله، سمكه حلوه برضو. استنى بس عشان الكاميرا مش موضحه. اه على البركه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. ماشي ماشي تمام يعني. ده يعتبر تقرير يا جماعه يعني. هم دول السمكتين برضو ايه، 3 4 ساعات، 3 ساعات عاشور بتاع 3 ساعات هي ولا حاجه. ايوه مثلا كيلو وربع سمكه ولا كيلو ونص يعني، معقوله يعني. لسه برضو السهره شويه يعني. يا عم الله يغنمك السلامه يا رب. اضرب يالا. طبعا برضو ايه دي كانت القعده بتاعتي، ودول السمكتين بتوعي برضو. انا كان معايا عياشه النهارده، ممكن اشور اهي يعني برضو. استنى استنى زي ما انت زي ما انت، انا هنصورهم اني. دول يا جماعه برضو الايه السمكتين بتوعي برضو. انا مصمم ان الايه ان الساره مش حاتيه يعني برضو. انا برضو واخد لي بتاع كيلو سمك ولا حاجه. تمام يا جماعه، ده كده اخبار المحمودية، والله المستعان. كبرت شوية حتى سلطاني برضه يا جماعة يعني. برضه الاحجام ديت مش ايه، مش هي احجام المحمودية برضه يعني. حتى معقولة تنفع للاكل، بس مش دي برضه احجام الايه المحمودية. الله المستعان. المهم ان احنا ايه يعني نعتبرهم بدأنا نستمتع. السلطاني ما بيقاس، السمك السلطاني ما بيقاس، يفضل يضرب 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 يضرب. العب العب. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ما ترعبش سلطاني. ايه ده؟ والله حبايه يا بلدي. العب العب. تاني سمكة يا جماعة هي كده. قالت سمكة؟ تانية تانية، التالتة كانت صغيرة. يبقى كده يا جماعة إيه، أول ما في أول الليل السمك يعتبر بدأ يدخل علينا هنا في المحمودية. أيوة. كده دي تاني سمكة أول ما الليل دخل علينا. هنشوفه برضو نهاية الرحلة بتاعتنا، وندي التقرير بتاعنا في الآخر. طبعًا إحنا يا جماعة شغالين بعود 4.5 متر عليه شعر 45، شغال فيلا حرة. فيلا الحرة سبق وعملناها قبل كده، هتلاقي رابط ليها برضو ان شاء الله عندنا في القناة. طبعا عامل رمال بخيط 25 سنار 5. طبعا.
ده كام سنة تقريبا؟ بص عليا وانا بنصور يا اخي. ماشي يا حبيبي. ماما عيطت على التليفون. خنانة في وسط الكلام برضه، ويعني ما هوش هاجم الخنيني كمان يعني. ماشي، لسه برضه مستمرين في تقرير عن الايه، عن المحمودية. تمام يا جماعة، أنا كده إن شاء الله وصلت لنهاية الفيديو ونقول التقرير بتاعنا عن اليوم. طبعا أنا متابع المحمودية تقريبا بقالي أسبوع كده، يعني ما شفتش السمك اللي هو بتاع زمان اللي هو الطلعة اللي تاخد فيها 3 كيلو سمك. ممكن طبعا مع الصبر لما تقعد لك 8 ساعات على المية ولا حاجة، 8 ساعات على المية ممكن تاخد لك ال 2 كيلو ونص 3 كيلو. ده من وجهة نظر أنا يا جماعة. المية طبعا مش السمك مش ورا بعضه، بتاخد بعض سمكة كف كده بس مش ورا بعضها، حتى الخنيني قليل. ده التقرير ده عن الأسبوع اللي أنا شغال عليه في المحمودية، عشان بس الناس تبقى إيه، تبقى عارفة، والناس اللي هي بتيجي من برة تبقى عارفة وضع المية قبل ما تفكر إن هي إيه، إن هي تيجي تقضي يوم هنا. تمام. طبعا في طفرات لناس، يعني ممكن واحد طبعا يختلف معاه في الكلام، يكون حظه أكتر من حظي، يكون قاعد في مرامي أكتر أحسن من اللي أنا قعدت فيها، ولكن ده على بناء على الاجتهاد بتاعي، يعني اللي انا بنقوله ده بناء على اجتهادي في المنطقه كده. تمام. ننهي الفيديو بتاعنا ان شاء الله، ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرم الجميع. تحياتي ليكم، اخوكم سامح الخوالقه، قناه صيادين رحاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.